بالتأكيد كما تعرف يعني هناك فرق بين العمل البرلماني والعمل التنفيذي في الحكومة، فكثير من هذه الملفات اللي ترتبط بأمور تنفيذية ستكون متابعتها بين الحكومتين اللبنانية والكويتية. لكن من جانبنا كبرلمانيين، وهذا ما أكدته لدولة الرئيس سعد الحريري، البرلمان بأغلبية ساحقة، وهذا بتحفظ يعني إن لم يكن إجماع، لا يمكن أن يرفض أي مساندة أو دعم للبنان وللحكومة اللبنانية. فأنا واثق من أن هناك الكثير من المباحثات، وواثق بحكمة دولة الرئيس سعد الحريري رئيس مجلس الوزراء في لبنان، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك رئيس الوزراء في دولة الكويت، على قدرتهما في إيجاد أفضل صيغة للتعاون لمواجهة هذه التحديات الاقتصادية.